انا بسمع ان كرتونة البيض في زمانكم دلوقتي غالية قوي، غالية جدا كمان. سمعت ان من غلو البيض الناس بقت بتقتصد في اكله، لكن هل البيض غالي لدرجة انه ممكن يستغل في عملية للمخابرات؟ هل سعر البيض اللي زاد يخليه انك تقدر تضحك بيه على جيش معادي، جيش دولة تانية؟ هل البيض وسعره اللي طالع في العلالي ده يعرفنا على اصغر جاسوس مصري جوه الجيش الاسرائيلي؟ الطفل السيناوي صالح عطية، اصغر جاسوس مصري في قلب جيش العدو. اهلا بيكم في الاكسلانس بتاع زمان. صباح شريف للي بيشوفنا بالنهار، وبونسوار اللي بيشوفنا بالليل. على الاكسلانس بتاع زمان جيت احكي لكم حكايات زمان الجميل، وبالمرة اشوف زمانكم واشوف اسعاركم. هكون ممنون قوي من حضراتكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتوا جرس، او يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام او في اي حتة. بعد نكسة 1967 وهزيمة الجيش المصري يوم 5 يونيو، مصر كانت لازم تسترد كرامتها بأقصى سرعة. مصر كانت لازم تستعيد أرضها اللي احتلت من تاني، سينا اللي احتلتها إسرائيل واللي نشرت مواقعها العسكرية في كل مكان فيها. كان مهم جدا لمصر إنها تعرف تفاصيل المواقع العسكرية دي، لأن مصر مش هتصبر كتير. وبدأ رجال المخابرات العامة المصرية انهم يتسللوا لقلب سيناء علشان يحاولوا ينقلوا اماكن ومواقع تمركز الجيش الاسرائيلي في قلب سيناء. ومن بين اللي تسللوا لسيناء ضابط مخابرات مصري اسمه الحركي كيلاني. الضابط كيلاني سنة 1968 تسلل لقرية سيناوية صغيرة قرب موقع اسرائيلي كبير اسمه موقع الجباسات. تنكر كيلاني في زي بدوي على انه ضابط مخابرات، وضرب صحوبية مع راجل سيناوي بسيط اسمه عطية. عطية ده عايش هو ومراته مبروكة وابنه الصغير صالح في بيت بدوي بسيط. وكترت زيارات الضابط كيلاني المتخفي لبيت عطية، والحقيقة ان كيلاني قرر تجنيد عطية علشان ينقل كل تفاصيل المعسكر. وكترت اللقاءات ما بين كيلاني وعطية، وقبل ما كيلاني يصارح عطية بانه يتجسس على موقع الجباسات الاسرائيلي، كان كيلاني منتظر عطية في مكان بعيد في الصحراء، ولقى صالح ابن عطية جاي من بعيد. صالح الطفل الصغير كان بيرعى الغنم. ابوك فين يا صالح؟ قال له زمانه جاي يا عم كيلاني. كيلاني قام دردش شوية مع صالح لغاية ما اكتشف ان صالح بيرعى غنمه بالقرب من المعسكر الاسرائيلي تقريبا. الفكرة نطت في دماغ كيلاني، وليه ما يجندش الطفل صالح بدل ابوه عطية؟ كيلاني بعت للمخابرات العامة المصرية اللي وافقت على تجنيد الطفل صالح عطية، خصوصا بعد ما الضابط كيلاني شاف كره صالح للإسرائيليين اللي اغتصبوا أرضه، وكمان حلمه بأن سينا ترجع لمصر تاني. المخابرات المصرية شافت أنه بالتأكيد دخول طفل صغير لمعسكر إسرائيلي أسهل بكتير من دخول راجل كبير للمعسكر، ده كمان هيبقى محل ثقة للجنود والضباط الإسرائيليين أكتر من واحد كبير. وبدأ كيلاني في تدريب صالح من غير ما يقول له طبعا أي تفاصيل عن شخصيته ومهمته. كيلاني درب الطفل صالح على صور أسلحة معينة وأماكنها، عشان لو صالح دخل المعسكر الإسرائيلي وشاف الأسلحة يقدر يتعرف عليها وعلى أماكنها وجاهزيتها كمان. لكن يبقى السؤال اللي زن في دماغ الضابط كيلاني، الطفل صالح هيدخل المعسكر الإسرائيلي إزاي؟ وفي يوم وفي مكان معلوم في صحراء سيناء كان الضابط كيلاني مستني صالح عشان يدربه ويفهمه حاجات معينة زي كل مرة. كيلاني شاف صالح فعلا جاي من بعيد. كيلاني بصله ولقى صالح ماسك في ايده بيض. صالح الطفل الصغير عزم ببساطة على كيلاني ببيض، ودي كانت الفكرة اللي جت للضابط كيلاني، ان صالح يبيع بيض لعساكر المعسكر الاسرائيلي. وفعلا اشترى كيلاني فراخ لصالح عشان يربيها ويبيع البيض بتاعها للعساكر الاسرائيليين. وبدأت مهمة الطفل صالح جوه المعسكر الاسرائيلي اللي بدأ يدخله فعلا. كان بيبيع البيض للعساكر. صالح كان بيبيع الثلاث بيضات
مقابل علبة بلوبيف أو علبة مربى. صالح كان طفل دمه خفيف وعشري، عشان كده كون صداقات سريعة وكتيرة جدا مع عساكر وضباط المعسكر الإسرائيلي. وفي المعاد الضابط كيلاني يجيب البيض لصالح الجاسوس الصغير ويعرف منه أخبار المعسكر، ويروح صالح يبيع البيض للمعسكر الإسرائيلي. صالح المحبوب بقى بيبيع البيض لكذا موقع إسرائيلي وكذا معسكر، مش معسكر واحد بس، وبقى بيشوف بعينه المواقع والأسلحة وبينقلها للضابط كيلاني بمنتهى الدقة، دقة ما كانش متصورها الضابط كيلاني نفسه، واللي نقل كل المعلومات اللي كان بيجيبها صالح لجهاز المخابرات العامة. العساكر والضباط الإسرائيليين كانوا بيهزروا مع صالح وبيتكلموا معاه بالعربي وبالعبري اللي صالح بقى بيفهمه، وجوه المعسكرات كان صالح بيهزر معاهم وبيسأل كل واحد بعفوية عن طبيعة شغله وعن الأسلحة اللي معاه والأسلحة اللي في المعسكر كمان. وكان الإسرائيليين بيشرحوا للطفل صالح كل حاجة، وصالح كان بينقلها للضابط كيلاني. وبعد شهور قليلة بس قدر الطفل صالح انه يجمع معلومات ما قدرتش المخابرات المصرية تجمعها بواسطة احدث اجهزة التجسس والتصنت. صالح عرف الثغرات في حقول الالغام المحيطة لاربع مواقع عسكرية اسرائيلية مهمة فيها المدافع التقيلة ومولدات الكهرباء، وكمان صالح عرف اماكن خزانات المية وبيان تفصيلي عن غرف الضباط واماكن نوم الجنود واعداد الحراسة الليلية وكل التفاصيل الدقيقة، حتى الأسلاك الشائكة كان صالح بيرسمها للضابط كيلاني. صالح كان بيميز بين كل أنواع السلاح اللي بيشوفها جوه المعسكر، وكمان عددها وأماكن تخزينها أو وضعها. لكن الحياة ما كانتش وردية قوي مع صالح، لأن مش كل العساكر الإسرائيليين كانوا بيهزروا معاه. كان في إسرائيليين ساعات بيشتموه وساعات تانية بيضربوه، وكان كيلاني بيخفف عنه لغاية ما في يوم وصالح جوه معسكر من المعسكرات الإسرائيلية بيبيع البيض للإسرائيليين، عسكري إسرائيلي زعقله وضايقه وشتمه وكان لسه هيضربه. صالح عيط، سمع العياط ده قائد إسرائيلي كبير اسمه جعفر درويش. جعفر درويش ده ضابط يهودي إسرائيلي من أصل يمني من مواليد جحانة اللي قريبة من صنعاء. جعفر درويش كان قائد للنقطة 158 في موقع الجباسات، ومن خلال الضابط ده عرف الطفل صالح معلومات كتيرة جدا جدا، واللي نقلها للضابط كيلاني، وكانت معلومات قيمة جدا استفادت منها المخابرات المصرية. كل ده ولسه ما جاتش أخطر عملية للطفل صالح وأهم عملية. في شهر سبتمبر سنة 1973، يعني قبل حرب أكتوبر بشهر واحد، كيلاني قابل صالح واداله حتة حديد صغيرة لها وش بمغنط تتلزق في مكان مخفي في مكتب القائد الإسرائيلي زي تحت السرير أو ظهر دولاب. الحتة دي فيها جهاز إرسال دقيق بينقل الصوت للمخابرات المصرية كل حاجة بتحصل جوه المكتب. واستلم صالح الحديدة دي وودع كيلاني اللي كان خايف عليه، واستنى كيلاني صالح في المكان المتفق عليه. كيلاني الآن يا ترى صالح هيعرف يحط الجهاز؟ طب حد هيشوفه؟ طب لو شافوه هيعملوا معاه ايه؟ هيعذبوه؟ هيضربوه؟ كيلاني كان خايف على صالح، خايف على الطفل الصغير البطل. ومن بعيد ظهر صالح، ظهر هو بيضحك وبيشاور بعلامة النص للضابط كيلاني. وفعلا ابتدت المخابرات المصرية تسمع كل حاجة في مكتب القائد الإسرائيلي. وقبل حرب أكتوبر بعشرين يوم صدرت الأوامر للضابط كيلاني إنه يروح بيت عطية وياخد عطية ومراته مبروكة وابنهم صالح ويهرب بيهم من سيناء، لأن طبعا كان موعد الحرب قرب ومصر عايزة تحمي ابنها البطل الصغير. وكان الرجوع للقاهرة من سيناء خطر وصعب جدا، لكن الضابط كيلاني ومعاه عطية ومبروكة صالح عدوا القناة، بس ما رجعوش على القاهرة، راحوا مباشرة على قرية ميتا بالكوم بلد الرئيس أنور السادات اللي كان مستنيهم عشان يسلم على البطل الصغير الطفل صالح اللي كان أصغر جاسوس في التاريخ تقريبا. وبدأت حرب أكتوبر، ونقل الجهاز اللي زرعه صالح كل تفاصيل تحركات النقطة دي من جيش العدو. مش كده وبس، ده كمان مصر استغلت الجهاز وبدأت تبعت من خلاله رسائل تحذير للجنود الإسرائيليين وقت الحرب، بتحذرهم وبتطلب منهم الاستسلام. وانتصرت مصر ورجعت سينا من تاني.
ورجعت معاها كرامتنا وكرامة بلدنا وعزتها. وعاش البطل صالح، البطل الصغير اللي تعاون مع المخابرات المصرية، واللي المعلومات بتقول انه كمان لما كبر بقى واحد من رجالتها. باردون، طولت عليكم. أوريفار. صالح في 73 كان بيبيع الثلاث بيضات بعلبة بلوبيف. علاء النعمة، أنا دلوقتي أبيع لهم الثلاث بيضات بكيلو لحمة.